في شأن آخر، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات يتطلب قبل ذلك الاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الإجرائية للانتخابات مع حماس، إضافة إلى إجرائها بمدينة القدس. وأعرب محيسن عن خشيته من أن تتراجع حماس عن مشاركتها في الانتخابات، لا سيما أنها وأعلنت عن استعدادها وليس موافقتها. باسمي وباسم إخواننا جميعا بالفصائل الفلسطينية، بموافقة